الآن نحن على وشك المعركة الثانية لخالد، معركة النهر على نهر الثني أو المكيل. خالد يقود الجيش الإسلامي وقارن يقود الجيش الفارسي بالطريقة التي يحبها. طبعا خالد لا يستطيع الآن أن يجتاز النهر أو يدخل في شمال العراق والجيش هذا يتركه، ما يستطيع، لأن سيهاجم الجيش من وراءه والهجوم من خلفه من أخطر ما يمكن. فاحتشد الجيشان للمعركة، والآن قباد وأنوشجان اللذان كان يقودا ميمنة وميسرة الفرس، الآن يقودان ميمنة وميسرة الفرس أيضا في معركة النهر. طبعا لماذا؟ لأنه من أبناء الملوك، واحتفظ قارن لنفسه بقيادة القلب. بينما كانت مجموعة من العناصر من العرب الذين يوالون الفرس يعملون تحت القيادة الفارسية في قلب الجيش الفارسي الذي يقوده رئيس الجيش بنفسه قارن. وقارن هذا كان حكيما شجاعا مغوارا، وكان بطلا يقاتل بنفسه، وبالإضافة إلى كل هذه الاستعدادات كان قد أعد أعداد كبيرة جدا من القوارب خلف الجيش، بحيث لو انهزم الجيش أو اضطر لأي انسحاب عنده قوارب تحمل إلى الضفة الأخرى من النهر. بينما خالد بن الوليد جيشه محروم من الماء وظهره مكشوف، إذن هذه المرة الفرس هم الذين اختاروا مكان المعركة. خالد رضي الله عنه أيضا واجه تقسيم الجيش بقلب وجناحين للمسلمين، وقاد القلب بنفسه كذلك، وعين مرة أخرى لقيادة الجناحين عاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه أخو القعقاع بن عمرو، وعدي ابن حاتم الطائي ذاك الكريم العربي المشهور عدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من عادة الجيوش في تلك الفترة يصطف الجيشان، وقبل أن تبدأ المعركة يظهر الأبطال قوتهم من خلال المبارزات، فيخرج بطل من الأبطال ويعلن من يبارز فيخرج له ويتقاتلان إلى أن يقتل أحدهما. وهكذا بدأت هذه المعركة بخروج ثلاثة من أبطال الفرس، ليس واحد، ثلاثة يخرجون، هم قائد الميمنة وقائد الميسرة وقارن نفسه قائد القلب. طبعا هذا فيه مخاطرة شديدة، قيادات الجيش تخرج للقتال. هنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قرر أن يخرج بنفسه. انظروا إلى هذا البطل المغوار الذي يتقدم الصفوف بنفسه، هكذا كان خالد رضي الله عنه، ما كان يوجه المعركة من خلف الجيش ولا من وسط الجيش، كان يتقدم الجيوش بنفسه، وكان بهذه البطولة يضرب المثل للمسلمين، وكان المسلمون يتحمسون بحماسه. فحث خالد رضي الله عنه فرسه إلى الأمام ليلتقي بقارن. في هذه الأثناء كان أحد المسلمين اسمه معقل ابن الأعشى أيضا كان قد حرك فرسه يسابق خالد، يريد أن يكون هو الذي يبارز قائد جيش الكفر قارن. خالد رضي الله عنه رأى أن معقل يريد المبارزة، ولكون معقل مشهور بأنه مبارز وضارب سيف ممتاز ويبارز على مستوى الأبطال، لم يطلب منه خالد أن يعود، بل رجع خالد بنفسه وترك لمعقل أن يقاتل قائد الكفار قارن. في هذه الأثناء كان الفارسان الآخران قباد وأنوشجان قائد الميمنة والميسرة من قبل الكفار خرجا للتحدي، فخرج لهما قائد الميمنة والميسرة من قبل المسلمين عاصم وعدي، الآن أبطال وقادة جيش الفرس يبارزون أبطال وقادة جيش المسلمين. واستطاع عاصم أن يقتل أنوشجان، وكذلك استطاع عدي أن يقتل قباد، واستطاع معقل أن يقتل قارن. في ضربة قاسمة واحدة قادت جيش الكفر قائد الميمنة وقائد الميسرة والقائد العام للجيش يقتلون في ضربة واحدة قبل أن تبدأ المعركة. مع هذا الخلل الذي حدث عند الكفار لم يتوقعوا أن يفعل بهم جيش مغمور ليس له شأن في التاريخ عندهم ولا يعرف من ضمن القوات العالمية يفعل بهم هذه الأفاعيل في هذه اللحظة وقبل أن ينتظم أمر الكفار، فأمر بشن الهجوم العام
واندفع المسلمون إلى الأمام لمهاجمة جيش الفرس الكثيف. وطبعا القائد يقود المعركة بنفسه ويتقدمها بنفسه، خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول. الجنود يشاهدونه وهو يبارز وهو يقاتل وهو يضرب يمنة ويسرى، فترتفع المعنويات ويزداد اندفاعهم وحماسهم في المعركة، بينما الكفار قادتهم قد قتلوا والمعنويات أوصلتهم إلى الفوضى. ثلاثة من أكبر قادة الفرس فقدوا وهم الذين يقودون الجيش، ومع ذلك فقد قاتل الفرس بشجاعة واستطاعوا أن يصدوا هجمات المسلمين لفترة، لكن بسبب غياب القادة الأكفاء وسرعة حركة المسلمين وقدرتهم على المبارزة سرعان ما ظهرت الفوضى في صفوف الفرس. ونتيجة لذلك وبسبب الهجمات المستمرة التي لم تتوقف، هجمات عنيفة جدا من قبل خالد ومن معه، فقد جيش الفرس تماسكه وبدأ بالهرب نحو النهر. وسبحان الله عمليات الانسحاب إذا لم تنظم تكون كارثة على الجيش. وفعلا المسلمون استغلوا هذا التحرك والانسحاب غير المنظم، وبسرعة حركتهم بدأوا يلحقوا بأعدائهم الفرس المثقلين بالمعدات والتجهيزات. وزادت الفوضى لما وصل الفرس عند النهر وهم يتدافعون نحو القوارب لا إيثار، كل من يريد أن يركب وينجو بنفسه، وهذا يقذف هذا في النهر وهذا يدفع ذاك. ولشدة هذه الفوضى والهياج والذعر والخوف والرعب الذي أصابهم ذبح منهم الآلاف، والذي استطاع أن يركب نجا، فنجا الآلاف كذلك. لولا حرص قارن على القوارب وتجهيزها لعملية الانسحاب لما نجا فارسي واحد من معركة النهر. ما كان المسلمون يملكون طبعا قوارب، فما استطاعوا أن يجتازوا النهر ويتبعوهم، وإلا لكانت نهاية كاملة للجيش الفارسي. لكن الذين قتلوا كانوا بالآلاف، حتى أن المؤرخ العظيم الطبري يقدر أن عدد قتل الفرس في معركة النهر هذه، حتى تعرفوا حجم هذه المعركة وعظمتها، قتل الفرس في هذه المعركة حسب تقدير الطبري 30,000 مقاتل يحصدون في يوم واحد في معركة النهر. وأما الغنائم فحدث ولا حرج، أعظم من الغنائم التي أخذوها في كاظمة. فوزع خالد بن الوليد 4 أخماس الغنائم على المقاتلين، وأرسل الخمس كما هو النظام الإسلامي إلى المدينة. والتفت خالد الآن ما أكمل الفتح، توقف لينظم البلاد التي فتحها. الآن فتح جنوب العراق وينظم الولايات، وبدأ يرسل الرسل إلى المزارعين الذين في المنطقة والقبائل، فكلها خضعت له، لم تسلم لكن وافقت على دفع الجزية مقابل حماية المسلمين لهم. والجزية نظام بديع جدا، بدون الجزية الإنسان معرض إلى القتل، ويؤخذ ماله وأهله ويؤسر ويسبى ويذهب عليه كل شيء، بينما بنظام الجزية يدفع دينار ذهبي واحد في السنة، ولا يشترط عليه أن يدافع عن نفسه، المسلمون سيدافعون عنه، ويبقى محافظا على أملاكه ولا يؤذى ولا يمس، لا هو ولا أهله ولا أمواله ولا بيته ولا أثاثه ولا شيء، كل شيء له، تبقى في ملكه، لكن يدفع الجزية. تخضع هذه المنطقة لحكم المسلمين. لما خضعت هذه المناطق خالد بن الوليد تركهم بدون إزعاج. طبعا أهل هذه المناطق مستغربين، أول مرة جيش لا ينهب ولا يهتك الأعراض ولا يأخذ الأموال، يعني ما هذا الجيش المنضبط والخلوق؟ شوفوا سبحان الله، فتح الإسلامي ما هو فتح نهب وفتح غنائم، وإنما فتح سلام واستقرار وحرية. ما كان يجبر إنسان على ترك دينه، لا إكراه في الدين للأفراد، ما في إكراه، أما للدول التي طغت ونشرت الكفر وحكمت بغير دين الله فلا تبقى، لكن الفرد يختار أي دين يشاء. ونظم خالد رضي الله عنه أمر جباية الجزية وأخذ الزكاة من المسلمين الذين في المنطقة، وعين سويد ابن مقرن مسؤولا عن أمر الجباية هذه، واستقر سويد في منطقة الحفير مركزا لإدارة هذه الولايات. بينما كانت هذه الأمور تجري وخالد منهمك في تنظيم الأمور الإدارية، انطلق العيون الجواسيس
انطلقوا عبر نهر مكيل وعبر نهر الفرات لتتبع آثار جيش قارن الذي هزم وفر، وانطلقت جواسيس أخرى على امتداد نهر الفرات إلى اتجاه الشمال لاستكشاف تحركات وتحشد جيش كسرى. كسرى طبعا كان في مدينة كتسفون، اسمها عند الفرس كتسفون، عند العرب كانوا يسمونها المدائن. وصلت الأخبار إلى كسرى في أقل من 3 ساعات تقريبا. كيف؟ شوفوا في نظام كان عند الفرس عجيب جدا، يعني جماعة كانوا أهل حضارة. خالد بن الوليد كل يوم يرسل رسول يذهب إلى المدينة ومعه الأخبار، تخرج من العراق تأخذها 5 أيام إلى أن تصل إلى أبي بكر الصديق، لكن كل يوم كان يرسل، لكن الأخبار متأخرة 5 أيام، ثم يأتي اليوم اللي بعده بالأخبار التي صار لها 5 أيام وهكذا. أما الفرس فكان لهم نظام عجيب جدا، كتيبة اتصالات. كيف؟ من أول ما يخرجوا من المدائن، عند بوابة المدائن يقف شخص عالي الصوت، ثم على مسافة يقف واحد ثاني عالي الصوت، وهكذا يتركون شخص عالي الصوت بحيث كل واحد يسمع الآخر. من أرض المعركة أي حدث يحدث فورا يتناقلون الأخبار، قارن نزل وطلب المبارزة، الثاني يخبر اللي وراه قارن نزل وطلب المبارزة. في 2 ساعة 3 ساعات تكون الأخبار وصلت بدون حركتهم، في مكانهم بس بالصوت تكون الأخبار وصلت إلى كسرى. شوفوا النظام العجيب، وصلت أنباء هزيمة معركة النهر، نهر مكيل، إلى المدائن. ثاني جيش فارسي يمزق شر ممزق على يد هذه القوة الجديدة القادمة من صحراء الجزيرة القاحلة، قوة غير متوقعة. ثاني قائد من الذين قد تم شرفهم يقتل، ويقتل معه 2 من قادة الفرس من ذوي المراتب العالية من الأسرة الحاكمة على يد المسلمين. هزيمة جيشين فارسيين متتاليين أمر لا يصدق، خاصة أن العرب ما كانوا معروفين في مجال التقدم العسكري، يعني عند الفرس هذا كان خيال، يعني يتوقعون هزيمة في معركة مع الروم، لكن مع المسلمين؟ مع العرب؟ من هؤلاء؟ فكأنه حلم، كأنه كابوس مخيف غير حقيقي. ولذلك الإمبراطور أردشير اللي قبل ما يجي يزدجرد كان أردشير في هذه الفترة، أمر بحشد جيشين آخرين في نفس اليوم وصلته الأخبار، فكان قد أعطى الأمر في نفس هذا اليوم. وفعلا بدأت الاستعدادات على أرجاء المملكة الفارسية إلى خراسان إلى شمال أوروبا. وصلت الأخبار بأن كسرى يدعوكم للقتال، وبدأ الأمر يتضح أن التهديد الآن صار على الإمبراطورية الفارسية نفسها، فخشى الآن كسرى على ملكه. فجاءت القوات من جميع المدائن والحاميات ما عدا الجيوش التي كانت متاخمة وقريبة من الإمبراطورية الرومانية الشرقية، لأن كان بينهم عداء شديد. أما في باقي المناطق اللي كان فيها سلام بالنسبة للفرس، كل الجيوش الآن بدأت تتحرك، طبعا بعضها يصل قبل بعض، فكل ما تجمع عدد كبير حركهم وبدأوا يستعدون للمعركة. كسرى حاكم الفرس وقادة الفرس بدأوا يحللون. عندما استعد أول جيش من الجيشين اللذين جمعهما كسرى، بدأوا يحللون أين سيتحرك هؤلاء المسلمون، هل سيعبرون النهر ويقصدون المدائن عاصمة الفرس، أم سيتحركون شمالا؟ طبعا كانوا هم يعرفون طريقة التفكير العربي، العرب كانوا عندهم قاعدة ما يكمل وراء أعدائه، استثناءات نادرة في تاريخ العسكرية العربية ما يترك أعداء وراءه. وأيضا كانوا يفضلون، العرب كانوا يفضلون أن يقاتلوا قرب الصحراء، لأنهم يعرفون كيف يعيشوا في الصحراء، فإذا دخلوها ما يستطيع غيرهم يعيش فيها. فتوقع إذن أردشير قائد الفرس أن جيش المسلمين لن يتجه عبر النهر نحو عاصمة الفرس، وإنما سيستمر شمالا غرب النهر. فهنا أمر بأن يتجمع الجيش في منطقة الولجة، هذا هو المكان المتوقع أن يأتي إليه خالد إذا صدقت تحليلاتهم. وبدأت التجمعات الفارسية في منطقة الولجة لأجل إيقاف هذا الجيش الخطير الذي بدأ يهدد الوجود الفارسي بأكمله، جيش ضخم جرار من أجل إيقاف خالد وتدمير جيش المسلمين القادم.
سلمت قيادة هذا الجيش إلى القائد الفارسي العظيم الأندر زغر. هذا القائد كان حاكما على ولاية خراسان، مناطق التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي، خاضعة للروس، من الولايات الإسلامية التي الآن تحررت. أتوا به من هناك ليقود الجيش في العراق. لماذا؟ لأنه كان عدة مواصفات تجمعت لهذا الأندر زغر. أولا أنه كان قائد عسكري عظيم وبطل مغوار بنفسه وإداري فذ، بالإضافة لهذا كان سمعته قد انتشرت بين الفرس والعرب. لكن الأهم من هذا، لماذا جاء به الكسرى؟ هذا الأندر زغر كان فارسيا، ولد بين عرب العراق وكبر وترعرع بين العرب وعرف اللغة العربية وعرف طبائع العرب. هو فارسي مجوسي تابع وخاضع لكسرى، لكنه محب للعرب وله علاقة وثيقة بالعرب. فالآن هذا الجيش الفارسي بقيادة الأندر زغر يتجمع في الولجة، بينما كسرى يعد جيش ثاني لعله يستطيع أن يساند الأندر زغر قبل أن يأتي خالد بن الوليد بنفسه. انطلق الأندر زغر وسهر على امتداد الضفة الشرقية لنهر دجلة، ثم اجتاز دجلة إلى كسكر، ثم اتجه في الجنوب الغربي إلى الفرات قرب الولجة، ثم عبر الفرات وأقام معسكره في الولجة. قبل أن ينطلق من العاصمة أرسل مبعوثين للقبائل العربية التي كانت موالية للفرس، من يريد أن ينضم لجيش الفرس؟ فانضم إليه آلاف من العرب الذين يعرفونه ولهم علاقة به، فكلهم الآن طامعين بكسر جيش المسلمين وأخذ الغنائم والولاء لكسرى. فبدأت الاستعدادات للمعركة العظيمة، معركة الولجة. أضيف إلى هذا أن الذين هزموا في معركة النهر بقايا جيش القائد العظيم الفارسي قارن الذي قتل في معركة النهر، الآن كلهم انضموا إلى الأندر زغر فصار جيشا عظيما. لما وصل الأندر زغر إلى الولجة كان مسرورا بقوة جيشه والأعداد الهائلة التي وصلت إليه، وهنا أخذ ينتظر بفارغ الصبر ما وعده به كسرى، أنه سينضم إليه جيش آخر بقيادة واحد من أعظم أبطال الفرس، هو بهمن ابن جادوية، سينضم إليه بعد عدة أيام. وبهمن هذا من الشخصيات العسكرية البارزة في المنزلة، يلي الأسرة الحاكمة مباشرة. الآن بهمن يعد الجيش الثاني لينضم إلى الجيش الأول بقيادة الأندر زغر. وفعلا عندما تجهز جيش بهمن توجه نحو الولجة حيث ينتظره الأندر زغر، وهنا سيتولى بهمن قيادة الجيشين جميعا، لأن بهمن أعظم في القتال من الأندر زغر. وبالتالي بهذه القوات الهائلة، هكذا كانت خطة كسرى، قوات جرارة بأعظم قادته، سيضرب المسلمين ضربة واحدة ويدمر خالد في معركة واحدة فاصلة. وفعلا كان الأندر زغر قد وصل إلى الولجة. الآن بهمن الآن انتهى تجهيز جيش الثاني، الجيش الثاني بقيادة بهمن بدأ يتحرك من العاصمة كتسفون أو المدائن، وسار جنوبا في طريق آخر غير الذي سلكه الأندر زغر، سار بين النهرين وتوجه مباشرة نحو الولجة. مسيرة الجيش الأول كانت مسيرة سريعة، بينما مسيرة الجيش الثاني بسبب حجمه الأكبر وبسبب تأخر وصول القوات تأخرت أولا عن الجيش الأول بعدة أيام، وكانت حركته أبطأ. فالآن الأندر زغر في الولجة ينتظر بفارغ الصبر أن يأتيه جيش آخر، عندها لن يهزم، هكذا كانوا يرون أن أعدادهم هي سبب النصر. لماذا كل هذا الخوف؟ لأن معركة النهر وقبلها معركة كاظمة كانت انتصارات رائعة للمسلمين، استطاعوا أن يدمروا فيها جيش فارسي كبير بخسائر طفيفة جدا للمسلمين، واستولوا على كميات كبيرة من الطعام والغنائم، وسيطروا على المناطق الجنوبية واختاروا الأراضي التي يتحركوا منها. فالآن يريد الفرس أن يجعلوها معركة فاصلة.